اسم عالم السنة بنسخته الـ11 من بعد أسماء كتير كبيرة أضفنا لها اسم كبير بعالم المسرح، هي المؤسسة لمسرح المدينة، هي يلي قدرت أن تمأسه وترجع عن جديد تخلقه لما نقل من كليمونسو لشارع الحمراء. تحدت كل الظروف، تحدت أيام الحرب، تحدت القهر للمسرح، بينما أقفلت المسارح لقينا نضال الأشقر بعد عم بتثبت هذه الخشبة. اختيار الجامعة الأنطونية كان لنضال الأشقر الإمرأة الرائدة بالمسرح اللبناني من زمن الستينات لليوم، وحتى نقدر نكرمها كان الكتاب الحدث المهم يلي هو حكاية نضال. نضال الأشقر حكاية نضال، هذه الحكاية اللي بتحكي عنها بالصور وبالشهادات يلي كتبوها المثقفون، كتبها الفنانون، كتبوها أصدقائها، ونحن جمعناهم مثل ما جمعنا بقسم آخر من أرشيف مسرح المدينة ذاكرة كبيرة من مقابلات مع أعدنا كتابتها وتنقيحها وسويناها ضمن هالكتاب، كتاب حكاية نضال. نضال الأشقر يلي اختارت درب مسرح المدينة اختارت تلمع وتنشر الثقافة بكل بيروت، وبلشت الأحلام اللبنانية تصير عربية. رسالة رئيس الجامعة حقيقة مستواها العالي الوطني والثقافة خليني ما أتردد أبداً، لأنه دايماً حلوة حد يتكرم، بس تكريم الأنطونية بيعني لي كتير لأنها جامعة متحررة، جامعة جديدة بفكرة متجددة دائماً، وطلابها رائعين ومنفتحة على العالم كله. شهادتي كتير مجروحة بنضال الأشقر يعني، وأنا كان لي شرف أكتب أرتيكل صغير بالموضوع هيك شخصي ذاتي وجداني. إنساني مثقفة، إنساني فناني، إنساني وقت درست المسرح بلندن واجت لهون عملت نهضة وعملت خضة وعملت وبعدها لهلا مستمرة.